وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلماني الطبي، عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. مرحبا بك دكتورة في نشرة الثالثة، وما أهمية القرارات الأخيرة التي أصدرها الفريق الوطني الطبي؟ مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. طبعا بالنسبة إلى جهود مملكة البحرين في التصدي لكوفيد 19، هي أثبتت فعاليتها ونجاحها من بداية الجائحة إلى وقتنا الحاضر، ومهم جدا المتابعة على هذه الجهود لضمان النتائج والنجاحات بما يسهم في صحة وسلامة الجميع. بالنسبة للقرارات اللي أعلنت عن طريق الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، أول نقطة كانت جدا مهمة اللي هي تعليق العمل بالإشارة الضوئية بالنسبة لانتشار الفيروس، على إعادة يعني يكون إعادة تفعيلها ما دعت الحاجة لذلك مع المستجدات اللي تكون لها علاقة بفيروس كورونا أو وجود متحورات جديدة. بالنسبة للنقطة الثانية هي لبس الكمامات. طبعا لبس الكمامات سيكون اختياريا في جميع المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات الإرشادية، بس مهم هنا التركيز على أن أهمية لبسه عند مجالسة الأشخاص اللي يكون عندهم عرضة للخطر من كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة، اللي تكون عندهم عرضة لتطور المرض لا سمح الله، مضاعفات أو دخول العناية المركزة، مع العلم بأن المنشآت الصحية تستلزم وتقتضي لبس الكمامات حسب الإرشادات الخاصة بها. النقطة الثانية الثالثة اللي أعلن عنها الفريق الوطني هي الإرشادات الخاصة بالمجالس الرمضانية إن شاء الله خلال شهر رمضان المبارك، وهي راح يكون فيها تشجيع أن تكون هذه التجمعات في المناطق الخارجية، وإذا أقيمت في المناطق الداخلية تكون فيها ارتداء الكمامات حتى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على تجنب التجمعات، والتشجيع طبعا على التعقيم المستمر، تعقيم الأيدي وجود التعقيمات ومظاهرات الأيدي في كل مكان. النقطة الأهم اللي احنا نشدد عليها كفريق وطني هي مواصلة الالتزام بجميع هذه الإجراءات، لأنها تكون على حسب المرحلة من التعامل مع جائحة كوفيد 19، وخصوصا هي بتكون الإقبال على التطعيمات وأخذ الجرعات اللازمة ومنها الجرعة المنشطة، لأنها جدا جدا مهمة في المحافظة على صحة وسلامة الجميع إن شاء الله. نعم دكتورة، بلا شك بأن هذه القرارات تؤسس لمرحلة جديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية، هل من نصائح تودين تقديمها للسادة المشاهدين في هذا الخصوص؟ طبعا من أهم النقاط اللي نحب نوصلها إلى المشاهدين هي فعلا الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية بحذافيرها، لبس الكمامات في وجود الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة وكبار السن لهم عرضة أكثر للخطر، الإقبال لمن هم مؤهلين لأخذ التطعيمات بجرعاتها الكاملة والجرعة المنشطة، ومتابعة المستجدات لكوفيد 19 والإجراءات والاحترازات اللي ممكن تصدر عن الفريق الوطني الطبي. نعم دكتورة جميلة السلمان، استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي، عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.